الحمد لله الواحد الواهب المنان الغفور الحنان أمرنا بأن نبتغي الوسيلة إليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة إلى الشيء ما يتوسل به للوصول إليه. وأرجو أن يتنبه القارئ والسامع: يا أيها الذين آمنوا في الكتاب الكريم يقول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ له سمعك، فإنه شيء تؤمر به أو تنهى عنه. أما يا أيها الناس هو لكل الناس ولأهل مكة خصوصا. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذن هناك إيمان اعترف الله به، وتقوى اعترف بها، ولكن خطوة إلى الأمام وابتغوا إليه الوسيلة، آية جديرة بالتدبر. إذا كنت مؤمنا متقيا أمامك مراحل، لأن الخير لا ينتهي، فابتغي إلى الله وسيلة. والوسائل إلى الله كما قال شيخنا تدور على ثلاثة أقطار: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا لله، والنتيجة أن تفسر القرآن بالقرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من أحبه الله فقد وصل. والقطب الآخر أن تداوم ذكر لله، أن تلزم أهل الذكر لله. فسر القرآن بالقرآن فتقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والقطب الثالث أن تلازم من أناب إلى الله وصحت إنابته. قال تعالى: تفسر القرآن بالقرآن واتبع سبيل من أناب إليه، اتبعه، لأنه من خالط المريض ولم يحمى لابد أن يمرض. وكذلك جليس أهل الخير يظفر بما عندهم من خير. فإذن تقول الله ابتغوا إليه الوسيلة، وكل هذه الوسائل تتجمع في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الباب. والله دعانا إليه وصرح: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. أهمية الإذن بعد الإذن، قال: وسراجا منيرا. كلما صح إذن أشرق النور بالتأكيد. إذن هو الوسيلة، وقد نصحنا بأن نكسر الصلاة والسلام عليه لفائدتنا. الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنبهنا لنحرص لنسابق إلى الخيرات، نستبق الخيرات. فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا. وفي رواية: ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. لأن عندما يدخل الجنة لا ينتظر الرسول بل يدخل وإياه، وهذا دليل أنه سعيد سعادة أبدية. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسائر العشرة المبشرين بالجنة وعلى غيرهم من أهل بدر وأحد وفتح مكة وبيعة رضوان، أولئك الذين رضي الله عنه ورضوا عنه، ونسأله تعالى به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالسبع المثاني والقرآن العظيم أن ينظر إلى جمعنا نظر الرحمة والرضا رضا لا سخط بعده، وأن يتجلى على عباده في العالم كله تجلي الرحمة، لأن البشر كلا حتى الأقوياء يضجون بالشكوى من الأزمات، والأزمة لا يحلها إلا الله، فإنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه. فاللهم هذه أيدينا ممدودة إليك، فاقبلنا واغفر لنا وتب علينا وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وقنا الشرور والآفات، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وعلمنا المحبة محبتك ومحبة أنبيائك ومحبة بني البشر كلا، نقتدي بشيخنا إبراهيم الذي قال لنا غير ما مر: إني لأنظر إلى ابن آدم نظرة يستحيل معها البغض. والسلام عليكم ورحمة الله. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما لظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Please wait for a minute. Ustaz Farhan Mahmoud Diouf will summarize the khutbah in Wolof, so the non-speaking Wolof people can benefit from what he said in the khutbah. It's going to be a summary of what he said in Arabic, and afterwards we will recognize the presence of Joseph Father Goff from Ireland in the Masjid today, coming here to visit with us, and we have the intention after this Friday to organize an alumni for St. Augustine's High School. We are honored to welcome the Father Goff in our midst. It is a day of jubilation, a day of honor for him, a decent human being who helped Gambia develop. Now sit down in silence so that the Ustaz will summarize in Arabic what he said. Just brief summary, and I can tell you guys, inshallah, in English. We need public silence. Lillahi wa rasulihi. Mahabban ma'as-salam. Alayhi Ustaz, ahlan wa salam, mahabban bikum. Tetapi bi ñu def legi moy farata khutba nañ julli nañ way nak fantashiro bi ñew ci alquran du dakk ni ci yaaka ay dem doxi sen soxla ndax tay aljuma buñ julle ñepp dañu wara doxi sen soxla du fet du ñuy tok way nak ay gan ko ay gan lañ lo xamne ben yoon lay xew ci admi wala ñaar yoon du lut muraké khutba gi dañ doon waxtaan ci diiné di waxtaan ci yàlla as ñu wër ko ci alquran ak sunna ak di ko jumoo ci xam-xamul islam ak ki ñu yar jàngal ñu muy ki ma tudd ay yoon maolaay cheikh ibrahim radiallahu anhu. Sant naa yàlla mi nga xam ne moom moo jara sant. Sant naa ko ci waxinu alquran, sant naa ko ci waxinu nit, ndaxte nit lu mu am rek war na ko santee yàlla, ndax santee yàlla ñaar la. Benn bi mooy bi ngay wax alhamdulillahi, lu xewal rëy-rëy boo ne alhamdulillahi rek yaa ngi sant yàlla. Waaye nag am na sant bu ñuy firee chukru ci waxi yaram,
mom dafa soxlu jëf ñune moy bu la yalla xéewale ba nga ne alhamdullilah lam la xéewal nak nga fexé ba do ko utilize ci lu ko neexut ya motax cheikh ibrahim yes dafa waxon ne so amé xéewal bo amé lu la yalla may bul ci contane bam tax nga fatte yalla mi la ko may ndax mo ne liñ la may mën na jeex mais yalla mom du jeex tafrahan bi an'umin un'imta wa farah biman an'ama in aqalta wa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zakar baqi fi kulli zaman bamako sante julina ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla sam tax lim wacce alquran moko wax ndax alquran dafa di téré bi nga xamné moy kitabul kawni moy téré kawni bi yeb ñi nanguko ñi ngi sante yalla ñi nangoguñ ko waye still rounds ken xamul fu yi mu jëg alquran ji nga xamne deug rek lay wax te jami ñepp lay wax bo tax ma sant ko ci di wacc alquran bi nga xamne waxna xabar yu ñu passé won mi dina wax waxna yu ñew ci waxna itam ni ñuy régler suñu digënté te itam dafa leer amul ben lendeum kuko wax rek wax nga deug yonent bi tuduna ko wax ci mom lu bare ndax te moko jar ndax bo ne ashhadu an la ilaha illa allah bo ca yemon do xam lu yalla bugu ak lu mbagn do xam yoon yu mbeug nga jaar do xam fam lu bugu jeme ashhadu an la ilaha illa allah fa meli ciabi yo xamne amul bagn mais bo ne muhammadun rasulullah ciabi ji amna bagn bo ubbe rek mu ubbi wa mom nak mom rek mo deg lu gay peewu yalla ba mom yonent moko deg yalla wacce ci mom mu xamal ñu ñi ngi koy gëreum di ñaan yalla mu jull ci mom mais mom itam lim def yeb yalla daf ci teral ay nit moy ashabu rasulillah alu rasulillah dañu nek ak mom ba buñ ko daan deglu da fay melni picc da ci seen mbop yi tañ bañ mu naaw dañ yaru lum leen laaj même buñ ko xamé daf dañ nan allahu wa rasuluhu a'lam pour mom jox leen di true information mom la yalla xamal bu saaba yoyu yalla gëreum na leen gëreum na yalla alquran ko motax ñu ne bu ken duggu ci seen histoire nan diwa togn diw ndax te groupe bi ashol ñom yalla daf leena gëreum kon nak ñoy gaña ya alors ñu waxtaan ci yalla dafa bax bimu ñu baxé ne ci alquran ne daw leen jëm ci yalla fofu taxawna fi tuti wax ne kuy daw jëm ci yalla foy jëm ndax yalla mënoo wax ni mi ngi parab sangam mënoo ko localize mën ta am ay niyet yomb na ci moom foofu nag suma murabbi moolay cheikh ibrahim ne waaw mooy daw jëm ci shariatoom jëm ci diineem jëm ci ay ndigalam mu ne waaye nag soo buggee dégg bu baax da ngay jàng aaya bi tuuti ndax daf ne fafiru ila llahi rek yonente ne inni lakum man maa leen koy wax nag mu ne borom inniyetu googu borom spécificité boobu soo ko rombee doo gis dara ndax moom la yàlla xamal waaw mu ne nag jàngoon naa ba ca yàlla ne li tax ma bind li ngeen gis ak li ngeen gisul mooy ñu nangul ma jaamuma ibadatu gis nga boo ko bëggoon a dégg bu baax ci luxe jamono ji ci arab